عندما انتهى العهد القوي المشؤوم، اعتقد معظم اللبنانيين أن بنهايته سوف تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات الرئاسية وإن تأخرت سوف تحصل. مصدر نيابي معارض قال: عدنا بالانتخابات الرئاسية إلى المربع الأول، ليس هناك أي ضوء في نهاية هذا النفق الذي من المرجح أن يكون طويلا. وأضاف المصدر: النجاح الوحيد الذي تحقق في اجتماع اللجنة الخماسية ما تمكنت الدبلوماسية السعودية من انتزاعه، التمسك باتفاق الطائف، البحث عن الحل للأزمة السياسية والرئاسية. فلنبدأ فعليا بتطبيق بنود الطائف الذي أنهى حربا أهلية استمرت 15 عاما. واستخدم المصدر ردا على السؤال عما إذا كان متفائلا أو متشائما مصطلح متشائل، أي أنه يقع ما بين التفاؤل والتشاؤم، فهو لا يرى إمكانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ولا حل لهذه الأزمة إلا من خلال الحوار.